السلام عليكم، هلا والله فيكم وحياكم في مقطع جديد معكم اخوكم مبارك اللي حطاني مقطع. اليوم راح نكمل فيه رننا الاسطوريه اندلس اكسبرت سوبر ماريو ميكر 2. وصلنا 4984، طبعا وقفت عند 84 عشان العب 16 مرحله اللي هو عدد صفحه كامله، ونوصل 5000 بالضبط، ومعانا 46 حياه. والمرحله الاولى ياباني تايم شيء بعد تايم ما اعرف اقرا. ليش تايم؟ طيب يعني سبيد رن، اوكي ثلاثيه سبيد رن من غير تايمر يعني. ليش مت؟ طبعا غيرت الى توديت، ومن غيرت الى توديت ووضعي مره ممتاز في الارواح، يعني ما انزل من 40 حياه تقريبا. اوكي حلوين. سوي كذا احسن واضمن. اوكي بس ما في منبات. جميل جدا، خسرنا حياة ورجعناها. يلا لايك لعيونكم، تستاهلون اللايكات. المرحلة التالية معانا 46 حياة. spin the dead. اوكي في شيء فوق بس شكلها برضو spiked up. واو جميل جدا. سبايك توب. اوكي لا اوكي اروح وارجع. انا توقعت اني اجي كذا على طول، اقدر اروح للهذا على طول. اوه ماي جاد يا اخي، تنزل هذه سبايك توب. اقدر اروح على طول للتشيك بوينت تدرون؟ يس شفت انها تتشيز مو تشيز، اتوقع هم مسوي بطريقتين عشان كذا حاط البلاتفورم صغير. ليش صوت بوس بس؟ طيب وانا بات، طيب ليش ما في ونبات؟ اوه فوق في اشياء، ليكون كان في فوق ونبات لو اطلع من يمين مخبي فاين مثلا ولا شيء. عموما حلوه مرحله. المرحله التاليه ليتس اجو سوبي دوران. مهم بسوبي دوران كم؟ 48 ثانية. تعال يا بابامب. شوف طق يرجعني على الجدار. طيب تعال يا بابامب لا تروح، لا تدس بنت تكفى. شكرا. اوكي يبغاها مره اول ما توصل القنبله. يا اخي ما يمدي، ما الحق. واضربها يسار بعدين. كيف يبغى نطس بالنيه؟ لحظه ما هي سبن، انا ايش فيني يا اخي؟ ما هي سبن يا اخي. اوكي اوكي انا اسف، انا غلطان. ما هي سبن، ما هي سبن. عقدت امه.
وهي تافه. اوكي عقدته وهي تافه الصراحه. انا اسف، الغلطه علي يعني. اربع روح منا واربع روح مني انا. يا اخي ليش باوزر يا اخي؟ حلو حلو. شتورده. لا تطيح على نار، لا تطيح على نار باوزر. يا اخي يا اخي نار باوزر. ادري تقولون لي سوي سكيب سوي سكيب، ما بسوي سكيب خلاص، بلعبها شوي وخلاص. يا عمي يا عمي خلاص يا باوزر. والله ما سكب. لو تروح الرن والله ما سكب. اني لا ادعس باوزر الزبالة. يلعن وجع. اسف على الطنقره بس قارني وجع. يوجع ذا الوجه يا باوزر يا مصمم معفن. يلا المرحله التاليه. Swinging through sky, through the sky. تتأرجح في السماء. اللي يخوفني شوي إنها أوتو سكرول. والأوتو سكرول مشكلتها إنه مجرد ما يفوتك شيء ما عاد يرجع خلاص. يعني الكوبة هذه إن شاء الله إني ما أحتاجها. حلو. بغيت أطيح. كم ماشى؟ اوكي عشان ما اتدمج بالشوك. تشيك بوينت. حلوين. يغطسني في الطيحة بعدين يرجعني. بعدين الفوز شو. طيب ونبات ده ما في ونبات. اوكي ونبتين not bad. المرحلة التالية. لي سيركل ديابلو كليك. ما ادري ايش. اوكي تقتلني. اوكي تجميع قروش يمكن.
حلوين. بروبيلر. يا كلب. اوكي تترست البروبيلر. اشوا. لا ما تترست في بلوك هي. هل اقدر ادس بن السبايني اللي تطير؟ دس بنتها؟ دس بنتها يس. اصلا كذا ولا كذا دخلت البلوك. بي سويتش. وين البي سويتش؟ لازم اتدمج. اوكي تعال دمجني. افتك منك اول. اشوف البرنامج. الباب هذا نجي من هنا واللي هو من البايب هذا فوق في بي سويتش يودينا على تشيك بوينت. بس مشكلة تشيك بوينت ارجع من هنا لما اموت يرجعني على هنا. اوكي بين الطريق اصلا من يمين. اوكي البلوك هذه ما ادخلها. ادخل هنا. ما اطق البي سويتش. انتظر بعدين ادخل للباب تشيك بوينت والقرش الاول وارجع من الباب مرة ثانية. ما ابغى استعمل البلوك ولا استعمل البلوك ولا عموما هنا نطير فوق. ذولي ما عندهم قرش. ما ابغى السيارة. ندخل للبايب. من هنا ما شفت اصلا البرنامج. فشي جديد. شكرا. اوكي في قرشين ابغى اسوي على فوق. اوكي بس خلني اقتل هذه افتك منها بعدين ناخذ القرش الثاني بعدين ندخل للبايب. مشروب. حلوين. طف في بام بام. برضه معاها مفتاح. فوق في شيء. ما في شيء. ادخل الباب. بعد الباب وورب بلوك بعدين بايب. مشروم. كات سوت. ندخل الباب. لا كنت باخذها من تحت. اوكي ما حبسني بس لما اجي على الطرف ينططني.
باقي قرش. في احد معه مفتاح ثاني؟ تأكد. في بام بام. البوذا ما عنده شيء. بام بام ما عندها شيء. البوذا ما عنده شيء. اوكي ضربت ذبحت كل اللي في المكان. باخذ هامر سوت. الهامر سوت افضل من الكات سوت. فوز. نايس. حلوين. ما يستاهل لايك. المرحلة التالية. سبيد رن. ما هي سبيد رن. روك سنيك لا تجيب فيني العيد لو سمحت. حلوين. كنت استناها تيجي عشان اخذ العلم. زين ما مت. حلوين. المرحلة التالية. ياباني. اوكي ما هي تايت. لا 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 من فوق من فوق من فوق. ما حطها الا ديف سكيب 100%. ما حطها اصلا ديف سكيب 100%. ان شاء الله الحق. يا بابي سويتش. اي اضرب بسويتش. انا ماسك الشل لين البيت هنا على هذولي الثومبات. على اخر ثانيتين. مش ثومبات قصدي منشرات. نايس نايس. المرحلة التالية. ميني بوس لافالاند. اوكي اروح على طول. قنابل.
ونبات. الفوز راحت ونبتي. ليه؟ وين ميني بوس؟ أين الميني بوس؟ كانت في ونبة هنا قال راحت. مشكلة ما أقدر أجمع بذولي قنابل. يلا ونبتين أحسن من لا شيء. المرحلة التالية وصفحة جديدة. Happy birthday Team Precision. صراحة شهيت اللعب. بس أعطيها محاولة. أعطيها محاولة. محاولة زيادة. محاولة زيادة. محاولة زيادة. يلا دامي قلت محاولتين خلاص ما أزيدها. معنا شكله شهي صراحة. ياباني كوين. لازم اجمع كل الخمسة كوينات. اوكي يلا بدينا بالسخافة. اوكي المرحلة التالية. راي ما ادري ايش سو او راس لا راسو ما ادري ايش. كان يبغى ثلاثية هنا يعني. المهم عدينا. ابغى كوبا لو سمحت. عطني كوبا. يا كوبا وينك يا كوبا؟ ابغى كوبا. حلو مش تايتل بي سويتش رن. نططني يا اخي والله نططني على مدفع. انا سويت سبن من فوق راس المدفع نططني هو. ندخل الباب. شكرا. الان نشوف لنا ونبات. نايس. نايس نايس. الله
جميل جدا. المرحلة التالية را. اسم مرحلة را. اي والله انهرى. لا ما بغيت تاخذ المون. هذه تايتل سكرين. اخذ النجمة وادعس. ما بغيت تاخذ المون. رب بوت. اوكي لا تعالي بورب. احتاج المفتاح، على الاقل المفتاح الاول اللي فيه الفانتو. هل اعطيها محاولة زيادة ولا والله محاولة زيادة. متنا ولا ما متنا؟ ما متنا. نايس. يبغى لي اجمع القروش بعد. اوكي شكرا. ياباني. ماي جاد. شكله شهي. لا رميتها يمين. كمان صدق كمان. يا اخي ما جت في يدي. اوكي نايس. لا تتشيز. اوكي بس رميت الشل بعيد عشان يا رجل. يا رجل كمان. حلو حلوين. ان شاء الله فايز. اوكي جميل. اكيد لايك. المرحلة التالية. ياباني. ها جراند بون كانسل. اوكي انا اضغط جمب، قلت يمكن ينزلني على جومبا بس طلع بدون جومبا. اوكي اوكي
لافا بابل ما لهم داعي صراحة. حلو. استحق قلبه. المرحلة التالية. ياباني أكيد. مين عندنا غير اليابان؟ نسيت اني كبير. يبغى لي يجيب مشروم من هنا. اوكي هذا ما اسوي. هنا ارجع احسن. ليش في بايب؟ ليش سهم فوق؟ يمكن تشيك بوينت. انا توقعت البايب تشيك بوينت. وفوق الطريق طلع فوق تشيك بوينت والبايب الطريق. حلوين. حلوين حلوين. مو حلوين مو حلوين. ما في مشروم. بس تدرون بدون مشروم احسن. بدون مشروم احسن. شنطة البايخة ذي. اي وبالحالك كذا لا تروح يمين ويسار تنطنط وخربيط وسرعة خليك لحالك. يبالي وردة. طيب جميل. أشوف ونب ونبات ثلاثة. الله. أوكي جميل جدا. المرحلة التالية. Sometimes maybe good. في شرط لازم أفوز وأنا زفدة. كيف وخرت من الوردات اللي قبل ما أدري. اثنين وعشرين ثانية. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة.
لوش قريب مرة كذا، وردات واجد يا أخي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. توقعت البيسويتش طاح أصلاً، خلص. بس نطة مرة غبية، مرة غبية. في بايب. يعطي ضفدع؟ ما يعطي ضفدع. استحقت البو، مع السلامة. الفويغو. بليز بليز. بورب بورب تكفى بورب. الحمد لله. الله يهلا بليزك يا كلب يا سيارة. هذه كيف ما نطيت على الصاروخ؟ كيف مو على الصاروخ هذه؟ كمان شباب، ما نستهبل، بس مو الاستهبال هذا، يعني استهبال المصممين واستهبال اللعبة، يعني معليش راضي بالاستهبال، بس استهبال معقول يعني. وجاء أعطيت أبوه الحمد لله 22 جول. فجأة نط، عرفتوا؟ فجأة نط، لا تنط أبدا، بس فجأة لا نط نط. أول مرة أوصل في العشرينات مع تودت. المرحلة التالية. باوزر جونيور لوست الاونس. اتليست ولا ولا اتليست؟ مشكلة اتليست صار يخوف الحين، لما المصممين يحطون لك قروش زيادة حق الثامنيل وتعتبر اتليست، فلا واللي لازم جمع هو اول اصلا. حلوين. قلت باخذ الأربعة قبل أدمج، بس ما يمدي شكله. ها
هناك القنبات انحشروا لأن في زبالة نزل. عض هناك. حلو تمام التمام. اوه ماي جاد ينط ويجيب لي القنبة الحين. اشوا توقعت تسويها صراحة، ينط ويخلي القنبة تمر من تحته وتموتني. صح انه ار ان جي، بس انه ار ان جي عشان يموتني، موش ار ان جي يعني راندوم. فعلا راندوم ار ان جي. في ذكاء اصطناعي، في قرش يسار، بس هل في باور اب هنا؟ ما بروح بدون باور اب شكله ما في. طيب نركز. اللافا بابل والفاير البار اللي فوق راسي. حلوين. طلع فعلا اتليست اتليست صدق، مش اتليست كذبي. ونبات معقول؟ معقول ونبات؟ ما صدق. اوكي نايس. المرحلة التالية والأخيرة، مرحلة 5000. باوزرز دومين بارت 1. دامنا مرحلة 5000 ما راح نسوي لها سكيب. لافا ترتفع، وقف يا لافا. مرحلة تخوف. موت، ما مات. كم الورد ريكورد؟ دقيقتين شوية. آخر يا بوز. أنا كيف حي؟ أنا كيف حي؟ لازم أخليه هو يضرب لي إياها. أوكي توقع جبت العيد. توقعت أنا أضربها يا أخي، حط لي أون أوف يعني ما أروح له كمان. حلوين. طيب وين الطريق؟ شو السالفة؟ آه تحت. هل أنا جبت العيد ولا ما جبت العيد؟ هنا السؤال. This is the question. حلو. كأني شيزتها. تسني تسني كأنه تشيز. عشان ما يتفعل لي النطاطات. لأنه كان فوق النطيطة فكان بيبهذلني لو كان فوق النطيطة. تعال هنا. حلو.
نايس. لا بوينت توقف. حلوين. هاو. خلي البورب احتياط. ما ادري اكسرها ولا اروح فيها. ليش ما في منبات؟ شكله ديف سكيب او طريق ثاني للفوز. بما انها مرحله 5000 ما سكبناها ونعطيها لايك. تج 5000. جميل جدا. طيب وبس يا شباب، كان المقطع اليوم. اتمنى عزيزي المشاهد تكون استمتعت بالمشاهده زي ما انا استمتعت باللعب. لا تنساني من اللايك والاشتراك، وانشر المقطع في كل مكان. نشوفكم ان شاء الله في مقطع جديد. سلام.